مهم الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد. على كرير كما كيقولوا هنا، بلا تنقلوا لكم الكاميرا. على بركة الله ندخلوا نحطوا بدل الطوموبيل وعاد نكملوا الموضوع ديالنا إن شاء الله. واخا إن شاء الله بحول الله غادي نكملوا الموضوع ديالنا. باش يا سيدي نهزوا التليفون هذا، يعني الفيديو اللي غادي نتقاسم معكم اليوم باش نوريكم شي لعيبات ونوضحوا بعض النقاط يعني للمشاهدين. واخا الاخوان وندي لهيها سميتو باش يتقاد معنا. حتى هذه جميلة، هذه ما عرفتش فيها. يلا مغدينا هاد خوياتنا هذونا. المهم الاخوان، هذا الشيء ربما غيبان لكم غريب ياك. علاش؟ انا غنقول لكم علاش بعد هذه الحاجة الأولى غادي نوضح لبزاف ديال الناس. كودي وانتوما كتعيشوا من اليوتيوب، سير صاحبي قلب على خدمة. سير قلب على خدمة. لا خدمنا عاد الإسبان الحمد لله، ماشي ما خدمناش. انا عندي 21 سنه في اسبانيا، يعني هنا في اسبانيا، و19 سنه. ركز معايا مزيان اللي كتقول لي راك مقابل على توسير قلب على خدمه. ربما كاين اللي ما كيكونش خدام حتى نهار ما خداموش ولا عام ما خداموش. 19 سنه خدمه تماره مخدومه ومؤديه يعني عليها في الضمان الاجتماعي. الحمد لله كنقولوا حنا درنا واحد الرصيد ديال 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 الضمان الاجتماعي في هذه البلاد هذه، يعني عطينا ضربنا تماره وعطينا ودرنا شي حاجه الحمد لله. واخا ودابا حنايا خدامين فرزقنا الحمد لله، لان كما قلت كاين بعض الناس اللي كيشوفك لابس ونقي جالس في البيرو يعني كتسجل فيديو ولا شي حاجه، كيصحابك ما كتحطش يدك في المبارد. لا شريف، حنا كنضربوا تماره ملي كتكون وقت تماره، كنلابس الصباط والدمير والتمرميد ما كاينش مشكل، وملي كتسالي الخدمه كنلبس الحوايج ديال ماشي الخدمه، وكنبانوا لكم في الدار تما وفي البيرو هنا والميكروفون وما نعرف شنو، يعني عادي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا هذه المسائل هذه، المهم خليوا هذه الصنداله هنايا، الدراري راهم متغداو قبيله ومشاو. دابا غندخل شويه للصحيح باش الناس اللي كتشوفنا يعني تعرف شنو اللي دير. نبههم من بعض الامور كما قلت، ان كاين بعض الناس كيديروا شي حوايج يعني ماشي بقصد، يعني عن غير قصد، وهاد الحوايج هادو ولو انت كديرها يعني بحسن النيه فربما تجيب لك مشاكل. انا غادي نمشي ان شاء الله نطلع لهي الكوري عند الاخ ديالي راه هو تمايا، ديك الساعه نقول لكم بالتفاصيل اشنو اللي كاين. واخا المهم تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر الاخوان، بارك الله فيكم، وما تنساوش اللايكات ديالكم، بارطاج بارطاج، لان هذا الفيديو هذا يستحق البارطاج بزاف. حنا مرمدين زعما ضاربين تماره والحاله. انا غادي نمشي ونطلعوا لهي ان شاء الله، خليكم معايا حتى الاخر، ما غاديش نطول عليكم بزاف، راه هو عير قريب هنايا واحد ما كاملاش دقيقه يعني ما كاملاش، ونوصلوا تما باش نكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله، ونهضروا على داك الشيء اللي خاصنا نهضروا عليه. مهم بزاف، وخاص كاع هذا الشيء اللي غادي ندوي عليه يعني خصوصا الناس اللي كيعرفونا هنايا، باش يديروا حسابهم من بعد الحويجات اللي كما قلت كيديروها عن غير قصد. ها هو الدراري هنا، ما شو غالي؟ ها؟ أنا شوفت راك هرس من هذا الغزل. والله العظيم بالله. ودابا بالك كاين جو كدور ها وها. شنو كي باصا؟ جبت هذا لقيته مهرس وصوم على جوج. كدها من هنايا وهذا قاعد. ولا مهرس قديم ولا شنو؟ لا يا ما تهرس ها هذيا. وين أنا لقيته مهرس دابا. بس جوا جات فيه الرارة أول. وين لقيته مهرس؟ وي. ناثر حبس بالله. راه مايلة شوية هذيك البالة، ها؟ الزوق.
المهم الاخوان الاخ ديالي راه هو مشى باش ما نطولش عليكم بزاف. انا نقول لكم داكشي اللي جيت نقول لكم هنايا باش تعرفوا واحد المسائل اللي خصنا ضروري نوضحوها. هذا هو الكوري ياك، ولاحظوا معايا لداخل. انا غادي ندخل واخا كاين الغلم كتغوت لداخل، انا غادي ندخل لداخل باش نوريكم شي حوايج عاد نشرح لكم بالتفاصيل. المهم شوفوا هنايا هذه كاميرا ياك، المهم نتوما شوفوا معايا ركزوا مزيان ومن بعد ديك الساعه نشرح لكم علاش كنوريكم هذا الشيء. انا غندوروا لهيها راه الاخرى فينا هي شتوها راه هي هنايا في القنف. نرجعوا مع الكوري هنايا ولهيها في القنت الاخر راه كاينين ثاني جوجات اخرين شتيهم راهما، راه وحده راه هي الفوق والاخرى راه هي ثانيه كتبان تما. واخا مزيان كل شيء واضح. دابا انا غادي نفهمكم ولا غادي نشرح لكم بالضبط علاش وريتكم الكاميرات اللي كاين هنايا في هذا الكوري هذا ديال الغلم. واسمعوا مزيان، هذا الحيط هذا اللي كتشوفوا اللي كيبان لكم معاليش بزاف ياك، اشنو اللي كيديروا بعض الناس؟ وفي البدايه قلت لكم واخا كيكون بحسن النيه كاين اللي كيجي كيخلي الطوموبيل ديالو لهي حدا حدا هذاك الشاريو تمايا وكيجي يتمشى على رجلو هنايا، ما كاين حتى شي حد، ما كاين لا طوموبيل ديالنا هنايا، يعني الدفه مسدوده هذا القفل هذا يعني راكب. اشنو اللي كيدير هو ولا هما؟ يعني على حسب، راه كاين شي ثلاثه ولا اربعه ديال الحالات اللي عندي الصور ديالهم وعندي كلشي والماتريكول ديال الطوموبيل، كيجي كيدير شي حاجه ولا كيشد في هذاك الحيط وكيطلع يطل باش يشوف اشنو اللي كاين لداخل. يعني كما قلت ولو بحسن النيه ان راه ما عندكش حق تطلع وتطل وتشوف اشنو اللي كاين لداخل، لداخل يعني عفوا، واش غلام واش بنادم واش عيالات واش، يعني هذه بلاصه اللي هي خاصه ديال مواليها. كما قلت ما خاصكش تطلع وتطل بتاتا، ما عندكش الحق. كما قلت فلا تحتو مثلا في اسبان ولا شي وحدين اخرين ما يكونوش مثلا عرب، راه غادي يهز التصاور ديالك ويديهم للبوليس. اسيدي هاد الناس انايا عندي الكوري في كذا وكذا، فصطاد الصور شادهم الكاميرا، ما عرفتش الناس اش كيطلوا، شنو اللي عندهم، شنو الدافع اللي مخليهم يطلوا، ولا شكون اللي عطاهم الاذن باش يطلوا ثم يقلبوا يشوفوا شنو اللي كاين. سبب ديال هاد الكاميرات اللي درنا حنايا 54 خروف اللي مشات واحد المره في الوجهه ديال العيد داوها يعني ضربه وحده ماشي بزاف من وراها ثاني تشفر واحد خينه تما. حنا درنا الكاميرات هنايا راكم كتشوفوا، راهم هذوك اللي وريتكم لهي راهم في القنطه، كانت تشفر واحد الكوري لهيها الفوق من وراها الضربه اللي جرات لينا حنايا. حنا ديك الساعه كنا درنا الكاميرات وجاو عندنا البوليس هنايا، جاو طلبوا منا التسجيل ديال الكاميرات، قلنا زعما بور فابور الا كان ممكن تعطيونا ولا تشوفوا لنا على الاقل تسجيل ديال واحد 24 ساعه اللور، بغينا نشوفوا مثلا التوقيت والساعه اللي تشفر فيها هذاك السيد اللي عنده ذاك الكوري راه هو لهيها. ربما اللي كان شفر هذاك الراجل يكون جا قبل هنايا بغى يشفر وبانوا له الكاميرات، لان هاد الكاميرات في الليل يعني كيكونوا فيهم بولات حمرين شاعلين كيبانوا من بعيد. بالمناسبه يعني بالنهار راه كيشوفوا راه كلشي واضح، ولكن بالليل راه عندهم النظام ديال الانفراروج ولا انفراروخوس كما كيقولوا هنا في اسبانيا، يعني عندهم هذا النظام هذا واخا كيكون الليل كيشدوا. وبالتالي كما قد جاو هاد البوليس هذو قال لك اودي عطيونا، ربما يكونوا هاد الناس اللي شفروا هذاك السيد جاو ضيجه هنا عندكم انتمايا وبانوا لهم الكاميرات ومشاو بحالاتهم، مشاو لديك البلاصه الاخرى حيت هذاك السيد ما عندوش الكاميرات، ربما تواق لا يمكن غيكون دارهم لان تاهو داو له شي حاجه. واخا الاخوان المهم خلاصه القول الاخوان، انا طلعت انا للطوموبيل باش نتبع الاخ ديالي. هاد القضيه هذه اللي كيديروا بعض الناس راه ما خداماش كما قلت. انا بامكاني دابا نهز هذوك التصاور وهذوك الايماخينس اللي عندي وديهم للبوليس، قول لهم ودي هاد الناس راه جاو في النهار الفلاني والساعه الفلانيه، كما قلت راه كاين ديال الليل وكاين ديال النهار، لان انا شفت ما كاينش سوء نيه مثلا ديال النهار، ولكن ديال الليل، ديال الليل لاش يعني ديال الليل لاش، بنهار نقول ودي جا باغي يسول على الخرفان باغي عنده شي علاقه مع الاخ ديالي، المهم ضروري كاين شي مبرر نقوله مثلا، ولكن بالليل لاش يعني كما قلت. فهذا فقط يعني تنبيه لهاد الناس اللي كيديروا هاد المسائل هذه، كما قلت راه بامكاني نهز دوك الايماخينس ونديهم لعند البوليس ونقول لهم ودي هاد الناس راه كاين هاكين هاكين، ما عرفتش علاش اللي كيجيو تما وكيبقى يطلب باش يعرفوا اشنو اللي كاين لداخل. فهاد الشيء راه هذا يعني ممنوع منعا كليا انك تطل باش تعرف يعني شكون اللي كاين لداخل. واخا الاخوان المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم الميساج باش الناس الا كانت كدير هاد المسائل هذه يعني كما قلت ولو بحسن النيه فراه كتشوش علينا حنايا، واصلا ممكن تجيب لكم مشاكل كما قلت الا طحتوا في ناس اخرين اللي ربما ما يتفهمش ان راه غير مغربي ولا عربي جا بغى يعرف شنو اللي كاين ولا جاي يقلب عليا ولا كذا. صافي الاخوان يلا المهم نهاركم مبروك، السلام عليكم.